بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لقد صدق وعده وقضى نحبه وبقي من ينتظر. عظم الله أجوركم جميعا باستشهاد الشيخ المجاهد الشيخ نمر باقر النمر. أتقدم إلى مولانا صاحب العصر والزمان وإلى جميع المراجع العظام، سيما ولي أمر المسلمين، لهذه الفاجعة العظيمة التي فجعنا بسماعها. فقد كان الشيخ النمر صرخة في زمن الصمت، وكان هزة في عالم السكون، وكان لوعة في مجتمع الغفلة. إن إعدام سماحة الشيخ النمر مثل انعطافة خطيرة في منطقتنا، ويعتبر حربا مفتوحة على الأحرار في هذه المنطقة. لقد أصبح مصير كل الذين يجهرون بكلمة الحق هو القتل والإعدام. إننا اليوم أمام صراع إرادتين، إرادة الشيخ النمر وإرادة آل سعود. إرادة الشيخ النمر قد عبر عنها بأن دمه سيسقي شجرة الحرية، وأنه بدمائه سوف يستنهض الناس ليطالبوا بحقوقهم وليقفوا في وجه الطواغيت. وإرادة آل سعود وعصابة آل سعود هي أن تخمد وتعدم كل نفس حر، وأن تخنق كلمة الحق، وأن تلاحق كل الأحرار، وأن تقضي عليهم، وأن تشعل الرعب في قلوب الناس. إن هذه الخطوة وهي إعدام سماحة الشيخ النمر يراد منها خنقنا وخنق إرادة كل حر في المنطقة. يحاولون أن يرعبونا وأن يسيطر الرعب على نفوسنا بحيث لا نجرؤ على انتقاد مواقفهم الجبانة، وعلى انتقاد مواقفهم الفجة وجرائمهم الفظيعة والفاجعة. نحن اليوم إما أن ننتصر لإرادة الشيخ النمر ونعلي صوتنا عاليا لرفضنا لكل الجرائم التي يرتكبها آل سعود، سواء في اليمن أو في سوريا أو في العراق أو في البحرين أو في المنطقة الشرقية أو في باكستان أو أفغانستان أو كل بقعة من بقاع الأرض، أو أن ننتصر لإرادة آل سعود وأن نسكت ويسكننا الرعب والخوف، وأن نتراجع وأن نستهين ولا نقوم بمسؤولياتنا أمام هذه الصراع. وهذا الصراع يمثل مسؤولية كبيرة خصوصا علينا نحن شعب البحرين وأهل المنطقة الشرقية. لقد أعدم الشيخ النمر لعدة أسباب. السبب الأول، عفوا، نحن اليوم أمام مسؤولية الدفاع عن الشيخ النمر، وذلك لعدة أسباب. السبب الأول أن الشيخ النمر رحمه الله قد قتل مظلوما، ونحن ينبغي علينا أن ندافع عن المظلومين وعن قضية المظلومين. فهذا الأمر يحملنا مسؤولية أن ندافع عن الشيخ النمر وقضية الشيخ النمر وشهادة الشيخ النمر، وأن نرفع صوتنا عاليا في الاعتراض على هذه الجريمة الكبرى.
والسبب الثاني الذي يحملنا نحن أهل البحرين وأبناء المنطقة الشرقية مسؤولية أكبر ويضاعف المسؤولية علينا، هو أن السبب الرئيسي في إعدام سماحة الشيخ النمر الشهيد البطل الشجاع الصابر المضحي هو أنه دافع عن قضية البحرين. لقد كان من أهم أسباب إعدام سماحة الشيخ النمر ولأنه جهر بصوته معترضاً على عصابة آل سعود في تدخلهم وقمعهم وقتلهم لأبناء شعب البحرين. هذا يحملنا مسؤولية، مسؤولية أكبر، المسؤولية على العالم الإسلامي أجمع، بل على الأحرار في كل العالم، ولكن نحن لنا خصوصية يجب أن نتحمل هذه المسؤولية. السبب الثالث وهو يعنى به شعب البحرين أن إعدام سماحة الشيخ النمر قد يمثل مقدمة لإعدام شبابنا في البحرين، إن هذه الجريمة قد تكون مقدمة لإعدام شبابنا الذين يرزحون في السجن، وقد يغري هذا السكوت السلطات في البحرين لأن تقدم على إعدام شبابنا. نحن اليوم ينبغي أن نعلي صوتنا عاليا لرفض هذه الجريمة، وأن نقف بكل جرأة وشجاعة في وجه قبيلة آل سعود وفي وجه قبيلة آل خليفة لنستنكر هذه الجريمة الفجة، ونقف في وجهها لكي لا يتجرؤون على إعدام بقية الشباب في البحرين وفي المنطقة الشرقية. نحن اليوم مسؤولون، يجب أن نتحرك ونتصدى لهذه القرارات لكي لا تسفك دماء شبابنا في البحرين وفي المنطقة الشرقية. السبب الرابع إن سكتنا وصمتنا عن هذه الجريمة فإن ذلك سيغري السلطات في البحرين وسيدفعها للتعدي على كبار العلماء في البحرين، ولن يبقى في البحرين ولا في المنطقة الشرقية أي خطوط حمر. إن سكتنا وسكت أخواننا في البحرين أو في المنطقة الشرقية فإن ذلك سوف يشجع وسيغري أن العصابتين، عصابة آل سعود وعصابة آل خليفة، للتعدي على علمائنا، وهذا يحملنا مسؤولية أن نتصدى بكل قوة وكل شجاعة لهذه الجريمة الفاجعة الكبيرة. في الأخير أدعو الشباب في البحرين وفي المنطقة الشرقية أن يعبروا على اعتراضهم على هذه الجريمة بكل السبل والإمكانات المشروعة والمتاحة لديهم، وأن يعلوا صوتهم بكل جرأة وشجاعة للوقوف في وجه آل سعود وآل خليفة، ولنحفظ رسالة الشهيد والشهداء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.